يمكن خلينا نتكلم مع حضرتك في البداية إن قطاع الصحة شهد يمكن العديد من التغيرات والإنجازات المتميزة اللي شفناها على مدار التسع سنوات اللي فاتوا. هل الهدف من ده بناء يمكن نظام صحي متكامل، توفير الرعاية الصحية، التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين وفقا لأحدث طبعا المعايير العالمية؟ عايزين نعرف التأثيرات الإيجابية لده كان إيه؟ يعني دي نقطة كويسة جدا نبدأ بيها الحكاية بتاعت الصحة آخر 10 سنين. هي فكرة السياسة الصحية، هل السياسة بتاعت مصر اتغيرت في الصحة في آخر 10 سنين واتغيرت إزاي؟ إحنا انتقلنا لما ابتدت تتحط في 2016 فيجن 2030 أو رؤية مصر 2030 للصحة، اتغيرت السياسة الصحية بالكامل. بدل ما كنا مركزين أكتر على اللي إحنا بنطلق عليه سياسة نظام صحي متكامل الى حاجه بنسميها البيرسون سنتريك او نظام مركزيه الانسان. يعني ايه في الصحه؟ يعني ايه مركزيه الانسان؟ ان احنا ممكن يبقى الصحه عموما كل هدفها ان انا يبقى عندي كم مستشفى وعندي كم دكتور، دي اسمها مركزيه النظام، او ان انا اعالج مرضى بيسموها مركزيه المريض. الهدف اللي بعد كده ان انا يبقى عندي حاجه اسمها مركزيه الانسان، يعني انا بحاول ان انا اقلل حدوث الامراض، فانا بقيت باكتر بعمل صحه اكتر ما بعالج مرض، بحاول ان انا اخلي الصحه بتاعت الناس احسن. لذلك لو قرينا الرؤيه بتاعت مصر 2030 هنلاقي انها دايما انسان مصري ذو صحه جيده يتمتع بتغطيه تامينيه شامله. فده عشان يحصل كان لازم يتغير السياسه كلها حتى بتاعت المنظومات. يعني زي ما استاذ مصطفى قال كده، احنا كان عندنا وزاره الصحه بتقوم بكل الادوار الموجوده في الصحه، فكان لازم يحصل الكلمة اللي الناس متهيألي بتسمعها كتير بس هي تفسيرها يعني محتاج يبقى أبسط شوية، حوكمة القطاع الصحي. كلمة حوكمة معناها إيه؟ إن أنا عايز أفك الاختصاصات بحيث إن أنا أقدر أعمل عليها كنترول أحسن وأقدر أعمل عليها أوديت أحسن، رقابة أحسن. فبالتالي مثلا أنا بدل ما كان عندي وزارة الصحة بتعمل كل المهام بتاعت الصحة، خدت كل قطاع الدوائي مثلا وعملت هيئه الدواء المصريه، تبقى دي مسؤوله ان انا الدواء يجي من بره او يتصنع ويخش الاراضي المصريه بتخصص فقط لهيئه الدواء. وهيبقى دي هيئه مستقله مش تابعه لوزاره الصحه، ويرأسها يعني مجلس اداره بالظبط، والبريزنت بيبقى وزير دكتور تامر عصام مثلا. ونفس الكلام عشان عايز افصل الشراء، انا كنت بشتري لكل قطاع لوحده مش جمله يعني، فبالتالي لازم كنت اعمل هيئه شراء موحد بتشتري مصر كلها كل قطاع صحي. لا لا، يعني ايه كنت بشتري كل قطاع لوحده؟ مش فاهم. يعني انا مثلا عندي مناقصه للدواء، فكنت بشتري مناقصه الدواء دي جوه وزاره الصحه، بعد كده في مناقصه ثانيه في قطاع مثلا التعليم العالي، مناقصه ثانيه للمعاهد التعليميه، في مناقصه للتامين الصحي، فانا ما كنتش بشتري نفس الصنف، ولا اسعار مختلفه وعروض مختلفه وعروض مختلفه. فبالتالي وجود هيئه شراء المصريه اللي تاسست في 2019 كان الهدف منها في الحوكمة ان انا يبقى عندي جهة واحدة تشتري مرة واحدة بتفاصل مرة واحدة لكل مصر. فبالتالي بقى عندي تاخد اوفر اكبر تعمل بالظبط كده، دي اللي فيها التقييم، وده اللي فيها بقى اقتصادات الصحة، ودي اللي فيها الشراء، ودي اللي فيها المخازن الاستراتيجية اللي افتتحها سيادة الرئيس، وفيها التوزيع. فبالتالي انا بقى عندي مكان واحد في كل الشراء سواء لأدوية او مستلزمات. بعد كده انا محتاج اعمل تأمين صحي شامل زي ما حضراتكم ذكرتوا، فانا محتاج اعمل هيئه وافصل فيها الفلوس، فتعمل الهيئه اللي هي اليو اتش اي اي اللي هي هيئه التامين الصحي الشامل، ودي هيئه مستقله، يعني رئيس مجلس اداره الهيئه دي وزير الماليه دكتور محمد معيط. فبالتالي انا فصلت دي تماما عشان يبقى دي معاها كل الفلوس اللي ينفع اصرف بيها على التامين الشامل، وده اللي بدات اللي هي بدات في بورسعيد وحاليا موجوده في 5 دول في 5 محافظات. وعمل لها منظومه كامله اللي هي منظومه الرعايه دي، اللي هي تبقى بتقوم بالسيرفيس بروفايدنج او بتقوم بالخدمات الصحيه والمستشفيات. حضرتك انا بدل ما كان عندي بقى وزاره صحه بقى عندي هيئه شراء وهيئه دواء، وعملت هيئه للرقابه والاعتماد لوحدها، وبرده دي مش تبع وزاره الصحه، دي تبع الرئاسه على طول، وبقى عندي منظومه. لا، الرعايه والاعتماد بتعمل ايه زي ما عودتنا؟ الاعتماد والجوده دي بقى مسؤوله ان كل مستشفيات مصر تبقى زي بعض، كواليتي كنترول. يعني انا عندي، احنا دايما في الصحه بنقول الهدف من الصحه ان انا يبقى عندي مساواه وعدل وتضامن. فده عشان يحصل معناه ان المواطن اللي اتولد في بورسعيد ياخد نفس الحقوق للمواطن اللي اتولد في الفيوم، اللي اتولد في القاهره، اللي اتولد في مطروحه. عشان اقدر اعمل ده محتاج اخلي المستشفيات كلها على نفس المسطره. الاعتماد والجوده
لو في مستشفى ما عرفتش انها تعدي الاعتماد والجوده مش هتخش في المنظومه، سواء كان خاص او عام، لان انا هيبقى عندي مستشفيات خاصه في التامين الصحي الشامل. فبالتالي انا دي الهيئه دي بقت فقط للاعتماد والجوده، وما ينفعش دي تبقى تابعه لوزاره الصحه عشان ما يبقاش هو القاضي والايه والحكم يعني. والخمسه بقى انا بقى عندي الرعايه دي منظومه الرعايه الصحيه بالظبط، اللي هي الايجيبشن هيلث اثوريتي او هيئه الرعايه الصحيه، دي مسؤوله عن كل المستشفيات اللي هتقدم الخدمه للمواطنين. فبالتالي انا بدل ما كان عندي وزاره صحه فيها الفلوس وفيها الشراء وفيها التقييم وانا بعمل اوديت وبراقب على نفسي، ولو عندي مشكله انا اللي بحاسب نفسي. فطبعا المنظومه دي اللي احنا ورثناها من النظام الانجليزي القديم اللي هو الان اتش اس، هي كانت المنظومه القديمه، واللي هي على فكره جت دلوقتي لسه موجوده في انجلترا وبيحاولوا يفكوها برضو زينا كده. المنظومه دي انا عايزه اقف عند كلمه يفكوها. ليه القطاع ده بالذات عندنا او يعني قطاع الصحه نجح جدا؟ لان احنا بنتكلم على يمكن قضاء على فيروس كان عندنا مشكله كبيره جدا معاه وهو فيروس سي، قضاء على قوائم الانتظار، النهارده بنعمل تامين صحي شامل في المحافظات المصريه بشكل كبير جدا. سبب نجاح هذا القطاع ان احنا فكناه وعملناه من اول وجديد يعني؟ تمام، ايه اللي حصل؟ مين كمل بيها بقى الحكايه؟ انا لما فكيت الموضوع عشان الناس طب انا كده ممكن اكون زودت البيروقراطيه، انا خليت كل حد مركز في مكانه. فمثلا المبادرات الرئاسيه، بما ان انا مركزيتي اكتر انسان مش مريض، فانا عايز اعمل اكتر وقايه وعايز اعمل حملات توعيه واحاول ان انا احد من وجود الامراض. فبقت وزاره الصحه بتقوم بالدور اللي هو الاساسي اللي المفروض وزاره الصحه بتقوم بيه، اللي هو الصحه العامه والمبادرات اللي هي حاليا احنا بنقول عليها المبادرات الرئاسيه للصحه. فبالتالي التركيز اللي حطيته وزاره الصحه في الموضوع ده، وشلنا من على ظهرها حمل مناقصات وحمل الشراء وحمل كل الهيئات الثانيه، خلاها اكتر تركيزا في ان انا اقدر اعمل حمله زي فيروس عالجي بس. انا محتاج اعمل حملات. ففيروس سي مثلا احنا كنا حاولنا قبل موضوع الحوكمه نعمل فيروس سي او مصر خاليه من فيروس سي في 2015 وما نجحتش قوي. كان دايما في اوفرلود على الوزاره، في حمل زياده. لما جينا عملناها في 2019 خلاص انا الوزاره مركزه، الميزانيه موجوده، خلاص انا لو عايز الادويه بتاعت فيروس سي مش انا اللي شايل حمل الموضوع ده، في هيئه دواء في هيئه شراء. لو انا عايز المستشفيات، مستشفيات موجوده في قطاع تاني، فانا مركز بس في الحمله بتاعتي. ده اللي خلى ان مثلا فيروس سي يجي فيها 50 مليون مواطن. احنا كناش بنسمع ان في اي حمله توعيه وعملت الداتا بيز او وجود داتا بيز او مثلا بقى في رقمنه للقطاع الصحي. ده اللي خلى مثلا نيجي نعرف على الاقل نحسب التكلفه الاقتصاديه عامله ازاي. انا بشكرك جدا على حسن تحليلك لحوكمه القطاع الصحي، يعني احنا كنا فعلا محتاجين نفهم ازاي تفكك هذا القطاع. ولكن برضو خليني بقى افكك منظومه التامين الصحي الشامل او افهمها من الداخل. احنا كان عندنا طول السنين اللي فاتت علاجات على نفقة الدولة، والدولة لم يعني تبخل يوما منها، ولكن طبعا كانت إجراءات بيروقراطية وطويلة، وعلشان تقف في طابور وخلافه. إزاي وصلت من المرحلة دي لأنك أنت تعمل منظومة تأمين صحي شامل؟ وإيه أقرب سيناريو لهذه المنظومة؟ هل هو تأمين دول أوروبية؟ هل هو تأمين دول خليجية؟ هل هو تأمين الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني إحنا عندنا بالرقم القومي زي كده الناشونال اي دي بره، هقدر اخش اخد بيه علاج ولا هدفع فلوس زياده؟ ولا برضه الموضوع ده احنا مش عارفين طلاسمه بشكل يعني مش عارفين نفك طلاسمه حتى. يعني هنرجع للسياسه تاني. تمام. السياسه الصحيه. تمام. احنا كنا بنتبع كذا نظام تاميني زمان. يعني للاسف الشخص عشان يعرف ياخد علاج كان دايما بيبقى محتار، وانا تابع التامين الصحي، التأمين الصحي ليه ناس بس فقط هم اللي يقدروا ياخدوا العلاج بتاع التأمين الصحي القديم، زي موظفين الدولة والأرامل والأطفال وهكذا. طب لا، لو أنا مش كده، لا أنت هتتعالج على نفقة الدولة. طب وأنا إزاي آخد قرار نفقة الدولة؟ محتاج أمشي في الإجراءات إزاي؟ طب لا، أنت ممكن تروح معاهد تعليمية على فكرة. طب لا، أنت ممكن تروح الجامعات، مستشفيات جامعية. برافو عليك، صحيح. ففي دلوقتي كذا نظام تأميني والناس كان دايما بتلخبط. إحنا عايزين يبقى في نظام واحد، حتى لو الموضوع ده هيخلينا نغير من النظام التأميني بالكامل، وبدل ما بعملها من التاكس من الضرايب انا اخليها بريميوم. بريميوم ده زي شركات التامين الخاصه، لو حد بيعمل تامين خاص على للصحه بيدفع كل سنه جزء، بعد كده الجزء ده بيخليه كفرد او متغطي طوال السنه بمبلغ معين. ده الدوله هتعمله. ده احنا كده انتقلنا من نظام شبه النظام الانجليزي
لنظام اقرب للنظام الكندي او النظام اللي موجود برضو في دول اوروبيه كتير. ان انا بقول في الاخر انا هخلي الاسره تقوم بدفع بريميوم، دفع اشتراك في منظومه التامين الصحي الشامل، بالاشتراك ده انا هعلي له السيرفيس وخليه بالاعتماد والجوده، يبقى عنده مستشفيات سواء خاصه، احنا مثلا في بورسعيد لما اتطبقت في مستشفيات خاصه، نفس المستشفى الموجوده هنا في القاهره مثلا، في مستشفيات عامه، وفي مستشفيات جامعيه، اه هيقدر يتعالج هنا او يتعالج هنا او يتعالج هنا، هو نفس التامين. فانا شلت فكره الازدواج التاميني، فكره ان التامين كان بيبقى فيه هدر كتير جدا، لان انا مش عارف اتابع البني ادم ده، ممكن يروح هنا بعد كده راح هنا بعد كده راح هنا، فبقى فيه اكتر من مره بديله نفس السيرفيس. كل ده هيتلغي، هيبقى فيه البريميوم. طب لو العائلات ما تقدرش، لو قلنا في عائله تحت مستوى خط الفقر، هنا هي فكره التضامن كنا لسه بنتكلم عليه. الهدف من الصحه هو التضامن، انا لو مش قادر ادفع الدوله هي اللي هتدفع لي. فكل الناس اللي تحت خط الفقر في مصر البريميوم او الاشتراك ده الدوله هتدفعه بالنيابه عن الاسره. فبالتالي انا بقى عندي نظام موجود على كل المستشفيات ككل، مسطره واحده، كل الناس بتتعالج في اي مكان تاخد نفس السيرفيس. تم تحديد السعر ده لسه؟ احنا حاليا في بروتوكولات وفي الاسعار عند المنظومه. احنا طبعا هو في منظومتين في التامين الشامل، المنظومه اللي هي معاها الفلوس بس اللي هي رؤوسها دكتور محمد معيط، دي اللي هي التامين الصحي الشامل، وهيئه الرعايه المصريه دي المستشفيات. فبالتالي معاهم الفلوس اليو اتش اي اي او التامين الصحي الشامل ده قرر خلاص التسعيره والتعاقدات مع المستشفيات، وخلاص الناس دلوقتي بتروح دايركت من لو عايز يتعالج مثلا بيروح على مستشفى بيكلم كول سنتر قبليها وبياخد ميعاد وبيكشف، كل ده بالمجان. بروتوكولات العلاج بقت موجوده والاسعار بتاعتها موجوده والناس ابتدت تدفع. احنا دلوقتي داخلين في 3 سنين تجربه للتامين الصحي الشامل، والهدف ان احنا المرحله الثانيه خلاص هتبدا، يعني هنا ومطروح وجنوب سيناء خلاص في غضون شهور يعني. بعد كده نبتدي نتوسع في المحافظات الاكبر، في 2032 هيبقى مصر كلها اتغطت، هنلغي بقى النظام القديم ده كله، مش هيبقى عندنا كلنا كده غير التامين الصحي الشامل اللي احنا مشتركين فيه، وده ما فيهوش اوبت اوت، يعني ما فيهوش ان انا اخرج منه، انا كده كده كل المصريين هيبقى متامن عليهم. طب احنا في الفتره اللي فاتت شفنا يمكن حملات توعيه كتيره جدا ليه او ضد امراض كتيره جدا، منها الامراض الساريه، فيروس سي، السكر، الضغط، تنظيم الاسره، حتى حاجات كتيره قوي. تعزيز الوعي حول اسباب يمكن الامراض وعوامل الوقايه منها، هل ايجابيا؟ لان هل بنسب يعني، خليني اقول لان انا معيش ارقام، انا ما اعرفش هل ده اثر ايجابيا ولا لا، ولو زياده الوعي دي زادت قد ايه لو حضرتك عندك ارقام؟ تمام. لو اتكلمنا على المبادرات احنا بنتكلم تقريبا على 20 مبادره رئاسيه للصحه. لو اتكلمنا على اشتراك الناس في المبادرات احنا بنتكلم على 110 مليون زياره من الشعب المصري للمبادرات. طبعا الشخص ممكن يزور اكتر من مره. بنتكلم مثلا على بعض الحملات، يعني مثلا زي ما قلنا فيروس سي 50 مليون مواطن راحها، بنتكلم على الامراض غير الساريه، بنتكلم على تقريبا 25 مليون مواطن مصري، نتكلم على سرطان الثدي تقريبا 30 مليون سيده فحصت في الحمله. هنتكلم في ارقام اختلفت تماما عن زمان. احنا زمان كان بيحصل الحملات وغالبا كنا دايما بنفكر بطريقه معقده شويه، فدايما الحملات كانت اخرها 2000 3000، اخرنا 200,000 شخص بيروح. فكره ان احنا ابتدينا نعتمد على الشغل على الارض مش فقط رقمنه، ان الرائدات الريفيات، ان المراكز الصحيه هي اللي بتعمل التوعيه، الموضوع ده خلى في توسع في ان الناس تبقى عايزه تيجي تكشف وتعمل كشف الدوري. حاجه تانية، احنا دايما بنتكلم بطريقه سيئه وسلبيه على كورونا، بس كوفيد غير شويه في الكالتشر بتاعت الناس، خلت الناس عندها يعني اكتر اقبال ان هي تروح تكشف وتطمن على نفسها وعلى صحتها. فمثلا ساعه كوفيد كان في اقبال عالي جدا، بعد كوفيد بقى في اقبال عالي جدا. طب في مبادرات مثلا اتعمل وتصرف عليها مليارات، دايما السؤال وده سؤال منطقي، انا صرفت مثلا في فيروس سي 4 مليار جنيه، ليه اصرف 4؟ طب انا كنت اصرفهم في حاجات تانية او علاجات تانية. فلازم يبقى نشوف المردود الاقتصادي. فمثلا برضو لو كنا على الحصاد اخر 10 سنين، احنا بقى عندنا كل ملف او كل مبادره بتطلع لازم يبقى ليها ملف اقتصادي. هي هتجيب كام، هتفرق معانا في ايه. فمثلا انا كل جنيه اتصرف في حمله فيروس سي رجع مردود استثماري 3 جنيه 65 قرش. انا لو ما كنتش صرفت ال4 مليار دول انا كنت هتحمل خسائر اقتصاديه بسبب الناس دي هنكتشف الموضوع عندهم في وقت متاخر، فيبقى العلاج بتاعهم غالي.
تقريبا الناس اللي بيجي لهم سرطان الكبد 80% منهم كان عندهم فيروس. فجبت السوفالجي وعالجت بيه ونطيت له. فانا ده كله انا وفرت للمستقبل، ووفرت كمان ان الناس ما تاخدش اجازات من شغلها، نسب الوفيات قلت. نفس الكلام في سرطان الثدي، انا كل جنيه صرفته في حمله سرطان الثدي انا رجعته جنيه 35 قرش، بسبب ان انا اكتشفت سرطان الثدي بدري. احنا للاسف كان عندنا 60% من الحالات بنكتشفهم في المرحله الثالثه والرابعه، اللي هو خلاص الوفاه غالبا للاسف هتحصل. دلوقتي ده الرقم ده قل النص. احنا عندنا اربع مبادرات جداد للاورام، فمثلا سرطان القولون وسرطان الرئه وسرطان البروستاتا وعنق الرحم، دول اربع مبادرات للاورام جداد. نفس الكلام كل مبادره الهدف منها ان انا اكشف بدري واكتشف الورم بدري فاقدر اعالجه. للاسف بروستاتا مثلا والقولون انا عاده كنا بنكتشفهم في اخر مرحله، فبالتالي بيحصل وفاه والعلاجات بتاعت اخر مرحله غاليه جدا. فبالتالي اللي اطلقتها وزاره الصحه من اسبوع بقياده الدكتور احمد مرسي والوزاره دي كلها الهدف منها انا هصرف مليارات بس انا هوفر على لونج ران. ده الفكره من الصحه، وفكره ان احنا عشان ما نبقاش بنقول احنا عملنا دايما، لما نقول رؤيه الناس تقول الرؤيه دي جمله بتتكتب كده وخلاص. لا، احنا الرؤيه فكره ان انا بنتقل من النظام العادي، النظام ان انا عايز صحه المواطن وصحه الانسان، انعكست بفلوس، انعكست ان كان بادجت الوزاره كله على بعضه 36 مليار من 10 سنين، احنا دلوقتي بنتكلم في 260 مليار السنه بتاعت كوفيد وتقريبا 200 مليار السنه دي. طيب لو حد من القاهره وعايز يروح اسماعيليه او بورسعيد ويستفيد من نظام التامين الصحي الشامل يقدر؟ لا ما يقدر. هي هتبقى محافظات هي على حسب لازم محافظتك والزكا. تبقى دخلت خلاص يعني. وتخش بقى يا إما لو انت قادر تدفع، لو انت مش قادر بتاخد الاعفاء. ده صحيح يعني هو نقدر نعرف الثمن اللي بيدفعه في محافظه بورسعيد او اسماعيليه الان يقدر بكم للقادر؟ هو عموما هو المبلغ بيبقى جزء معين من الدخل بما لا يقل عن مبلغ معين ولا يزيد عن مبلغ معين، عشان برضو ما نقولش مبلغ الناس يعني ترتبط ان هو ده بالظبط المبلغ هيدفع. فهي هتختلف عموما على حسب البريميوم ده بيتحدد ازاي، ولكن هو مبلغ عادي طبعا، اقل بكتير من التامين الصحي الخاص، ولكن مش هيبقى زي العلاج النافع الدوله اللي هو يعني بالمجان تماما يعني. هو هيبقى المبلغ ده سنوي وهيدفع للعيله ككل. لو الحد مش موجود في محافظه من المحافظات اللي حصل فيها التغيير ونظام التامين الصحي الشامل، هيبقى لسه تابع لهيئه التامين الصحي القديم او العلاج النافع الدوله. احنا مصريين يا اما هنا يا اما هنا، فلو هو لسه ما دخلش في المحافظه هيبقى مضطر يتعالج على السيستم القديم، او يبتدي لو هو يقدر يعني الحاجه اللي عايز يتعالج منها موجوده في المبادرات الرئاسيه، ضغط، سكر، حتى دلوقتي امراض العيون، السمع، الاورام، كل ده موجود برده في المبادرات الرئاسيه، ودي ما فيهاش محافظات او محافظات، لا خلاص دي كل المحافظات، ودي بسهوله في كول سنتر بيتكلم عشان يعرف ايه المبادرات ويقدر يستفيد منها ازاي. يخش على الويب سايت لوزاره الصحه هيلاقي لينك يقدر يملاه، يعرف هو حتى سكريننج بسيط كده يقدر يعرف هو ممكن يروح لانهي مبادره، او ان هو يروح لاي وحده صحيه جنبه يسال هي ايه المبادرات الموجوده، ده انا ممكن اكشف ايه كذا كذا. نقدر نستفيد، وخصوصا فرصه كويسه الدوله عامله الموضوع ببلاش، ولو لا قدر الله في حاجه او فرصه بتطمن، لو في حاجه بدري اقدر الحقها، وبرده العلاجات كلها حتى في الاورام اللي اغلى ادويه هتبقى برده كلها بالمجان. هنكمل مع حضرتك في منظومه التامين الصحي الشامل، واعتقد ان احنا برده ما قلناش يعني الهيكله الاداريه بتاعتها ازاي هتنجح، ازاي هتصرف على نفسها. الرئيس السيسي دايما مهتم بان انا مش هعمل هيئه والهيئه دي تبقى يعني ايه حمل، دايما حمل على وزاره الماليه، وانا عايزه لا. السيد الرئيس واضح جدا في كلامه في كل لقاءاته في كل تصريحاته، الهيئه دي لازم تبقى مستقله بتصرف على نفسها، مواردها تجيبها منها. ازاي هتبقى الهيئه الحكوميه دي بتصرف على نفسها، ومن اين يعني في ظل طبعا ارتفاع سعر الدواء عالميا؟ تمام، يعني النقطه دي كويسه جدا. حاجتين محتاجين نعمله، التمويل والحاجه الثانيه الترشيد. التمويل ان انا ابقى متاكد ان انا عندي استمراريه وسستينابيليتي في التمويل، ودي مهمه جدا ان انا افصل الفلوس عن اي حاجه ثانيه. لذلك مثلا هيئه التامين الصحي الشامل هي مفصوله حتى نقديا عن وزاره الماليه وعن وزاره الصحه، فبالتالي هي لما بتجمع البريميوم او الاشتراكات هي عندها ميزانيه خاصه، الميزانيه دي هي اللي بتتحرك بيها. فدايما هم بيعملوا حاجه اسمها استثمار في الصحه وبيبقى ليها عائد، فدايما هنلاقي ان مثلا هم ابتدوا في محافظه هم اوريدي معاهم فلوس اللي يقدر يبدا بيها
والمحافظه، وهو اللي بيحاسب بعد كده كانهم ما لهمش علاقه ببعض وما كانهمش هما الاثنين قطاعات حكوميه، الهيئه اللي ماسكه المستشفيات. فدايما هيبقى فيه زي ما نقول تنافسيه، لان هو ممكن يتعاقد مع مستشفيات تانية براه مثلا، فدايما هيبقى فيه فكره ان انا عايز اقدم سعر اقل عشان اوصل ان انا اخد الترسيه بتاعه من الصحي الشامل. على النقطه الثانيه بقى، فكره الترشيد هي ان انا لما بشتري كل الخدمات الصحيه بشتريها بكام، وبشتريها بسعر اقل ولا لا، وهل في عندي بديل محلي ولا لا. ده اللي بيقوم بيه مثلا هيئه الشراء الموحد. فلذلك هنلاقي ان هيئه الشراء الموحد مع التامين الصحي الشامل هو الهدف ما بينهم ان انا اقدر اجيب لك الاسعار اقل بكتير من اللي كانت موجوده قبل كده، واقدر اعتمد اكتر على الصناعه المحليه. لذلك تعميق التوطين للصناعات، انا ما بحبش كلمه توطين، ان احنا اقدم بلد في التوطين. طبعا طبعا احنا متميزين جدا في احنا ده. احنا عندنا اكتفاء ذاتي ب 85% من التصنيع المحلي، فده اللي هيخليه برضو الاسعار تنافسيه. حتى في ادويه الاورام احنا ابتدينا يبقى عندنا بدائل محليه، وعلى 5 أو 6 سنين هيبقى عندنا بديل قوي جدا حتى للادويه البيولوجيه اللي هي الادويه الغاليه. طب ده اللي يخلينا ننتقل كده، هو عشان اقدر اعمل الموضوع ده محتاج يبقى عندي اقتصاديات صحه. وانا هبقى متحيز شويه هنا، ان احنا مثلا في اخر 10 سنين بقى عندنا وحده لاقتصاديات الصحه واقتصاد الدواء، هي الهدف منها ان انا هل انا فعلا عندي ترشيد، هل انا عندي افشنسي وعندي كفاءه في الصرف ولا لا. ببساطه انا ممكن اكون بصرف في حاجات ملهاش لازمه ومحتاج اصرف في حاجات ثانيه. ادي لكم مثال ان الناس برضو ما تبقاش عارفه هو اقتصاد الصحه ده بتعمل ايه. مثلا احنا في المرض السكر مثلا، احنا اكتشفنا عشان نقدر نعمل، واحنا بنصرف قد ايه المرض السكري وصرفنا عالي جدا. لما عملنا دراسه عن العبء الاقتصادي اكتشفنا ان مصر بتتحمل عبء 25 مليار جنيه بسبب مرض السكري كل سنه. العبء ده ما هوش ادويه، العبء ده منه فقط 2.5 مليار دواء، منه تقريبا 15 مليار بسبب الناس الادويه اللي بتاخدها ما هياش ادويه محدثه، فبالتالي بيجي لهم كومبليكيشنز ومضاعفات، بيروح يتعالج بسبب قدم السكري، ويروح يتعالج من عينه، ويروح يتعالج من الحاجات اللي ليها علاقه بالاعصاب، يكلف الدوله 14 مليار. بعد كده في وفيات بتحصل بسبب ان الوفاه دي بتحصل، فانا بفقد عنصر بشري، احنا بنفقد تقريبا 2 مليار جنيه برضه. فبالتالي لما اجي نبص في العبء الاقتصادي ده اقول انا ممكن اكون بصرف في الدواء 2.5 مليار، انا لو صرفت 5 فالناس تقول انت كده هتصرف اكتر، اقول بس انا هوفر من ال 14 مليار يبقوا 7، انا كده بدل ما كان يبقى العبء 25 هيبقى العبء 19. فدي الدراسات الاقتصاديه اللي بنعملها للصحه باستمرار في اي ملف، انا بصرف بالظبط في ايه؟ انا عايزين نوصل في الاخر ان ما يبقاش الصحه هي حاجه مستهلكه. انا لما بقول لما بصرف الصحه انا ما بستهلكش فلوس على الفاضي، لا بالعكس، الصحه ووزاره الصحه أفضل استثمار هي وزاره منتجه طبعا. وتنتج اهم منتج في البلد الصحه. لو المنتج ده كويس كل الاقتصاد يتحسن، لو المنتج ده مش كويس كل الاقتصاد بيتاثر. وزي ما حضرتك قلت يعني الدوله بتتكلف او بيبقى فيه يعني عبء على الدوله لما النهارده يبقى بصرف كم مليار هنا على مرضى السكري وكم مليار هنا على مرضى فيروس سي، فلما اوفر الفلوس دي اكيد اول حاجه انا بوفر صحه كويسه للمواطنين، تاني حاجه بوفر اكيد من اقتصادي. سريعا جدا، مفهوم التحول الاخضر للصحه ايه هو؟ يعني احنا عندنا كذا حاجه، يعني اول حاجه جوه المستشفيات، في مستشفيات دلوقتي الخضراء، المستشفيات الخضراء معناها ان انا بحاول اقلل من البعثات اللي موجوده مثلا من ادويه زي ادويه الكيماوي، انها يحصل ليها اي تسرب جوه المستشفيات، التخلص من النفايات اللي جوه المستشفيات. التخلص من النفايات طبعا لازم يتم بطريقه بحيث انها ما اثرش على البيئه. تواجد المستشفيات في اماكن معينه والنقل ما بين التصنيع الدوائي والتصنيع للمستلزمات لغايه التخزين والمستشفيات، ده كله ينفع يتعمل حاجه بنسميها ان جرين سبلاي تشين، يعني اقدر اعمل سبلاي تشين كامل محافظ للبيئه. كل ده دلوقتي ابتدى يقلل من انبعاثات الكربون. احنا اقتصاديا بقينا بنحسب ان كل مرض ليه حجم انبعاثات كربونيه اصلا. انا كل ما مواطن بينزل من بيته يروح مستشفى ياخد علاج ده انبعاثات كربونيه. لو انا وفرت له علاج في بيته انا كده قللت انبعاثات كربونيه بمبلغ معين. طبعا التحول الاخضر في الصحه وتحول عالمي، احنا طبعا شفنا كذا ملف اتفتح للصحه في اخر مؤتمر للبيئه وللمناخ، واحنا في مصر ابتدى يبقى عندنا مستشفيات بتتبع المستشفيات زي ما نقول الجرين هوسبيتالز، والسبلاي تشين برضو ابتدى يبقى في عندنا سبلاي تشين كتير جدا موجود، خصوصا لادويه الكيماوي اللي هي اكتر ادويه للاسف التسرب بتاعها بيعمل ضرر للبيئه وضرر للانسان، تحول اخضر برضو.